صمنا السبت نصوم الأحد لا تلزم، صيام الأحد ليس عليه نص، صيام الحادي عشر ليس عليه نص. وحديث صيام السبت ليس فيها أنك تصوم يوما قبل أو يوما بعد، حديث صيام السبت فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تصوم السبت إلا في رمضان، ما فرض علينا إلا رمضان، إلا من كان مثلا قاتل خطأ أو نحو ذلك، لكن على العموم ما فرض علينا إلا رمضان كعموم المسلمين. فهل يقال لا يصام يوم السبت أبدا إلا في رمضان؟ كلام. لذلك قال أئمتنا أصول الشريعة تخالفه، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعده، وقال النبي أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت. قدمنا الكلام على هذا مرارا، بارك الله فيك.